السلام عليكم اخوان، كراكم بخيرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخيرين وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. المهم هذه دابا تقريبا شي 3 ايام ما نزلنا لكم شي فيديو، ف قلت علاش ما نحط لكمش اليوم فيديو. والسبب علاش انا ما حطيت لكمش 3 ايام، لان كيف ما كتسمعوا الصوت ديال الشتاء، هذه 3 ايام وهي الشتاء يعني كطيح. صراحه اول مره كنشوفها في الحياه ديالي هي ان تكون 3 ايام ديال الشتاء متابع ليل ونهار. والشتا ماشي الشتا يعني غير بشويه خفيفه، لا مجهده، كتشوف ان الماء كيدير ما كيفما كنقولو حنايا. فقلت خضر وانا حاب شي فيديو، المهم ندردش معاكم هاد مثلا كيفاش دايره هنا الاثمنه ديال الحوايج، كيفاش الفلبين، شنو هو الاختلاف اللي كاين ما بين المغرب وما بين الفلبين كمثال. المهم خليكم معنا وغادي تشوفوا اشنو كاين. فهاد الفيديو غادي نوريكم جبت شي حوايج هنا شريتهم. هما هنايا بالنسبه للالكترونيك رخاص، رخاصين بزاف بزاف بزاف، ولكن شكون اللي كيجعلها على انها تولي غاليه بالنسبه حنا للمغرب؟ هي الترونسبور ديالها. فبالنسبه للاخوان بالنسبه للفلبين كيف ما كيعرفوا بعض الاخوان وكيف ما تعرف حتى انت لو كنت ما عارفش، هو ان الفلبين دوله مصنعه، يعني دوله صناعيه الالكترونيك، الاجهزه الالكترونيه، يعني هي كتصنع حوايج الكترونيه. فانا شريت شي حوايج اللي هي محليه يعني فلبينيه، ومن غير محليه فلبينيه، وخا شي حاجه اللي غتكون ديال الشينوا اولا ديال فهمتوا كيفاش، حتى هي يعني رخيصه هنا في الفلبين. يعني فكمثال غندير لكم غير من هذا، هذا روتور، هذا روتور بالانطينات نتاعو كارت سيم، الترونسفور ديالو بالانطينات نتاعو بالمسائل ديالو بشحال داير، دير 999 بيسو اللي هي تقريبا ما كاملاش 150 درهم مغربية، يعني 3000 ريال ما كاملاش. وحاجه اخرى نزيدكم 10 جيجا ديال الكونيكسيون، يعني بالكارت سيم، كارت سيم و 10 جيجا ديال الكونيكسيو فري، 10 جيجا كونيكسيو فري 150 درهم. المهم الاخوان ندوز الحوايج اخرى اللي انا مثلا شريتهم، باكيت واي فاي، هذا هاد الواي فاي هذا صغيور، اوريكم كيفاش داير داكشي. هنا كاين الكتيب والشارجور ديالو والمسائل، الشارجور نتاعو واحد الكتيب وكارت سيم. هذا واي فاي، شتا كندخل عليه الباتري، المسائل ديالو عبدي كتركب لاكارت سيم هنايا، انا بلاص لاكارت ميموار. هذا واي فاي كتعمر، بالنسبه للناس اللي ما عارفاش يعني كتعمر لاكارت ديالك، كدير فيها كونيكسيون كتحطها هنايا وكيطلق لك الواي فاي، وكتقدر ديرها في الجيب ولا تحطها في شي بلاصه وكتطلق لك الواي فاي. هادي الاخوان شحال دايره هذه في المغرب عندنا؟ دايره 700 درهم 600 درهم، 700 درهم 600 درهم بلا كارطة بلا كارت سيم. هنا بشحال خديتها؟ بألف بيسو، شفتو مكتوبة مكتوباش، خديتها بألف بيسو، ألف بيسو اللي هي شحال؟ هي تقريبا 180 درهم، يعني هذا باش خديتو أنا هنا في الفلبين 180 درهم. ندوزو لهاد اللعيبة هادي، هادي هادي كنظن ماشي ديال الفلبين، هادي ديال الشينوا لأنها مكتوبة بالشينوية هنايا، مكتوبة بالشينوية هنا. هادي الاخوان بقية ديال الطرنوفيزور، هاهي ونقول لكم حتى الثمن ديالها بشحال خديتها، حيت انا كيعجبني هادشي ديال الالكترونيك وكدا، وهادي كيعجبني انني نشري بحال هادشي هذا، لان اصلا انا كنبغي مثلا نصاوب شي حاجة، شي حاجة نصاوب شي تليفون، نصاوب شي مسائل ولا هادي. هذا طرنوفيز ديال الحديد، تحيد الراس من هنا، تركب الريوصه مثلا، الراس اللي بغيتي هنايا كاين، وماشي عادي باش نقول لكم شنو كاين، يعني هادو راه ماشي داك العاديين ولا، يعني راه ماشي عادي،
وماشي هند، يعني ماشي من داك المزيانين وماشي داك العيانين. راه كتحيد هاد البياسة هادي كاملة، كتحيدها فيها جميع الطرنوفيسات، فيها هادي، فيها هادي اللي كتقعد بها ليكرون تاع يعني الغطاية او لا شي حاجة كتبغي تحل بها التليفون. هاد نهاد البياسات هادو تا هما كتفتح بهم التليفون، دي ديك اللعبة ديالها هكا. عندنا هذا قاعد بهم التليفون، عندنا هاد اللعيبة هادي، وعندنا هاد المقبط هذا، هاد المقبط هذا تزبيل اللعيبات الصغيورين، وعندنا هادي شي حاجة مثلا كتكون معدبة، تكون معدبة وكتفتحها، كتركب هذا هنا وكتركب هذا هنايا وكتفتح. هادي خديتها بستين درهم، هادي بستين درهم، ومستحيل تلقاها بهذا الثمن هذا في المغرب. خديت هادي كذلك، خديت هادي صحن الشارع، وانتم الاخوان فيها نفتح لكم هنايا. خديت هادي، وخديت هادي الشارجور ديال الكابلين تاعها، كابلي اوريجين تاع هو، هادو شحال خديتهم هنا يعني هذه اللعيبه شحال خديتهم هنايا يعني باش نختصروا لكم. هذه خديتها ب 40 درهم، هذه ب 40 درهم. هذه الاخوان كتشرجه مجهدة مجهدة، شنو هي مجهدة؟ مجهدة مجهدة، نفتح لكم هنايا ونقول لكم الثمن ديالها بشحال خديتها. وعلى مستيليا، وكتحس داك البلاستيك المزيان ماشي البلاستيك العادي، كتطوع هادي خدامة الموالي الباركينات العساسة. الكابلي ديالها هو هذا، هادي بشحال خديتها ب 20 درهم. الباتري فيها 1500 في الباتري، انتما الميتر شحال كضرب من متر؟ 500 متر. هذه ب 20 درهم مغربيه الاخوان. خديتها كذلك هاد السبرديله هذه. هنا الحوايج، الحوايج عندهم رخاصين، هاد السبادريد هادي نقول لكم الثمن ديالها، سمحوا لي راه مكرفصه حيت راني كنلبسها، وماشي زعما عادية ولا هادي، غنسميها اوريجين انايا لان تشاينا. هادي الاخوان، هادي الاخوان دوريجين، ولكن خديتها انا كازيو ماشي جديده، خديتها كازيو ماشي جديده. هادي بشحال خديتها انايا؟ خديتها ب 1000 بيسو، قال لي 1500 وخديتها من عنده ب 1000.
ألف اللي هي تقريبا مغربية. المهم الأخوان هذه خديتها 180 درهم، 180 درهم مغربية باش خديتها، خديتها 180 درهم. ومني جيت لعندهم من هنايا قالوا لي راه قول بوك هذه راه قدرت تاخذها غير ب 500 بيسو، يعني كنت غتاخذها بنص الثمن باش خديتيها، غير ملي شافوك اجنبي داكشي علاش وقيلا غلاو عليك. المهم الاخوان هادو هما الحوايج اللي انا خديتهم، يعني الكترونيه، الاشياء الالكترونيه اللي انا خديتها هما هادو. مازال ان شاء الله نهار اللي غادي نبغي نمشي غادي نتقدى شي حوايج اخرين. المهم بحال هادشي هذا تقريبا بحال هكا. المهم الاخوان بالنسبه للادويه غادي نرجعوا بالنسبه للادويه الاخوان، الادويه اخوتي غادي نقول لكم هنا كل واحد وشحال كيبيع الدواء، ماشي بحال حنا في المغرب، يعني كتاخذ الدواء كتلقى مثلا مكتوب يعني الثمن فين ما مشيتي راه غادي نفس الثمن. هنا في الفلبين لا، تقدر فرماسيا في هذه المدينه يبيع لك الثمن قدا وتمشي لهذا الفيلاج غيبيع لك الثمن قدا، يعني كل واحد وكيبيع بالثمن اللي بغى. كيف ما كتشوفوا الاخوان هذا فونطالين، انا كندير فونطالين نتاع الازماتيك الدقة. المهم الاخوان شوف الثمن ديالو بشحال داير، داير 442، 442 بيسو الثمن تاعو. هذا الاخوان انا فشحال كناخذو في المغرب، كناخذو 900 دريال، يعني 45 درهم، 45 درهم باش كناخذو في المغرب. هنايا راه داير اكثر من 80 درهم باش داير، يعني تقريبا الدوبل للثمن اللي في المغرب، لان هنا الاخوان ادويه غاليه، الدواء في الفلبين غالي. كنصح اي واحد جا الفلبين ياخذ الدواء ديالو ما يشريهش من هنا، يعني يجيب الدواء اللي غادي يكفي. هذه نصيحه من عندي، لان كاين شي بعض الادويه غادي ما تلقاهاش، وكاين بعض الادويه اللي غتلقاها غاليه دوبل اضعاف ديال الثمن اللي كاين في المغرب. وبالنسبه لاخوان الادويه، اي واحد يمكن له يبيع الادويه هنا في الفلبين، تقدر تلقى بقال مول الطحين مول الروز كيبيع الدواء راه يبيعه، ما عندوش مشكل. اي حاجه ما كاينش لا انت عندك اختصاص ديال هذه ولا ديال هذه، هنا اي واحد بغى يبيع شي حاجه يبيعها. كتلقى واحد كيبيع الروز ودير حداه كيبيع ليسانس ونازو حريه. كذلك كذلك الاثمنه، الاثمنه مثلا ديال 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 اي منتوج، اي حاجه شريتيها مثلا الصابونه كمثال غتلقاها في هذا المحل بهذا الثمن، غتمشي لمحل اخر غتلقاها بثمن اخر، وما عندكش الحق تقول لا راه في ذاك المحل راه كاينه غير بقدها، انت كتبيعها بقدر يبيع باش بغى. هنا كيقول لك حنا نبيعوها باش بغينا، كل واحد وكيجيبها ترونسبور ديالو فهمتي، يعني غادي نزيد عليك ترونسبور كيدير بحال داكشي ديال الجوريه فهمتي، انا غادي نتقدا البياسه غادي نبيعها باش بغيت. هنا كل واحد كيبيع الثمن اللي بغى. بالنسبه للاخوان الادويه غاليين، الملابس رخاصين، الالكترونيه رخيص، الماكله كاين اللي غاليه وكاين اللي رخيصه. بالنسبه للماكله كاين شي حاجه اللي هي رخيصه وكاين شي حاجه اللي هي غاليه. بالنسبه للزيت غالي، بالنسبه للغاز غالي، تبقى كذلك الروز غالي. بالنسبه للاخوان داكشي ديال الذره وطونيك الشوكولات غالي، فرماج غالي، اللحم الدجاج غالي، الثمن مضوبل ثلاثه الخطرات. عندك الدجاج واللحم، هنا بشحال داير، بشحال داير الدجاج ديال الكيلو؟ داير الكيلو تقريبا 40 درهم باش داير الكيلو. اللحم لعلك تخمم. وكاين شي حوايج اللي هما رخاصين في الماكله رخاصين. بالنسبه للفواكه ارخاص، الفواكه السمك هادو شي حاجه اللي هي رخيصه في الفلبين، ولكن بالنسبه للدجاج اللحم البطاطا البصله، البطاطا شحال دايره هنا في الفلبين؟ دايره ب 20 درهم. المطيشه دايره 15 درهم، البصله دايره 15 درهم، خيزو 20 درهم، الدلاح
تلقى كيلو ب 20 درهم للكيلو. المهم الاخوان يعني كاينه شي حاجه اللي كنستغرب الرخاء ديالها، كنتعجب من الرخاء نتاعها، وكاين شي حوايج اللي كنتعجب من الغلاء نتاعها. بالنسبه للصحه عندك، بالنسبه للسنان يعني تصاوب الاسنان نتاعك شي حاجه اللي هي رخيصه. بالنسبه للتجميل يعني شي واحد بالنسبه للتجميل غالي غالي بزاف. بالنسبه الطبيب تمشي لي عنده، انا كنقول لكم شنو كيهضر، ماشي كنصح بالتجميل ولا لا، راه ضد داكشي ديال التجميل وكذا، خلي داكشي الخلقه نتاع الله. المهم الاخوان حنا غير كنتكلموا صافي، وكنبغيو نقولوا شنو كاين. بالنسبه للاخوان تمشي عند طبيب كمثال تقول له باش مريض يقيد لك الدواء شي حاجه اللي هي رخيصه. بالنسبه للعمليات شي حاجه اللي مضوبله على المغرب زوج خطرات، لان كيكون داكشي غالي بزاف. وهنايا في الفلبين الدراسه بالفلوس، الدواء بالفلوس، اي حاجه هنايا يعني ما كايناش طبيب بالفلوس. المهم الاخوان بالنسبه للاشياء النادره كيف ما تقولوا مثلا نادره او لا قليله او لا تقدر ما تلقاهاش، اللي هي شنو، اللي هي الزيت البلديه، اللي هي الاخوان الزرع او لا الطحين الحرش، طحين الرطب ديال الكاطو عندهم، ديال الحرش ما عندهمش. يعني الا كنت عول انك غادي تجي هنايا الفلبين وغتخبز، عرف بانك الخبز غادي يطلع لك ناقص، يعني ما غاديش يطلع الخبز ناضي. واخا غادي الفران المسيرة، واخا غادي الفران، واخا دير اي حاجه، علاش؟ لان طحين الخبز ما عندهم، عندهم غير الطحين ديال الكاطو. بالنسبه للزيتون، الزيتون شي حاجه اللي هي غاليه وقليله في السوق، تقدر تدور المدينه كامله يلا تلقى محل ولا جوج. بالنسبه للدانون، بالنسبه للكاشير، بالنسبه للفرماج حاليا مازال ما شفتهمش كاع هنا في الفلبين، كيقيل كان دو السوبر ماركت كيقلب عليهم ما كاينينش. بالنسبه للعدس والحمص واللوبيا والجلبانه الخضراء ما كايناش، الجلبانه الخضراء ما كايناش، كاينه غير ديال الطاسه. اللوبيا العدس قلالين بزاف وما كيبغيوش يطيبوا. الحمص ما كاينش، الفول كذلك ما كاينش، تقدر تلقاهم ولكن نادرين، خصك ترول الفلبين باش تلقاهم. والمهم الاخوان، وبالنسبه للناس اللي غادي تقول ماشي مشكل بالنسبه للاكل ديال الفلبين، انا نقدر انني نجي للفلبين ونطيب الماكله ديالي او لا نطيب لي شهيتها في الفلبين. تقدر الاخوان تجيو الفلبين تلقاو بعض التوابل ما كاينينش، وتلقاو بعض الخضروات ما كاينينش، وتقدر كاع الا حصلتي كاع على هاد الخضروات وحصلتي على هاد مثلا جبتي معاك العطريه من المغرب وجبتي معاك اي حاجه، فالا جيتي للفلبين وبغيتي انك تطيب فما غاديش تلقى الطعم بحال اللي كتاكلو في البلاد ديالك، لان المناخ والجو ديال الفلبين كيغير لك حتى النكهه والمذاق ديال الحاجه. باش نقول لكم اشنو كاين. وهنايا الاكله، الماكله دغيا كطيب، الماكله دغيا كطيب، لا سواء في الغاز يعني بواحد السرعه خياليه، ولا بالنسبه للعواد اكل الماكله هنا كطيب بواحد السرعه طياره. وحتى بالنسبه للخبز دغيا كيخمر، دغيا كيطيب، ولكن بالنسبه للطعم مغير بزاف. انا شريت التوابل يعني جبتها معايا من المغرب هنايا، جيت معايا الزيت البلديه، ولكن ملي كنطيب كنلقى الدواز او لا الدجاج او لا اللحم متغير بزاف الطعم ديالو، لدرجه انني كناكل غير شويه وكنوض كاع ما كنقدرش انني ناكل باش عرف اشنو كاين. المهم الاخوان، بالنسبه للناس اللي غتكون بحالي مثلا غادي تجي مثلا العربيه عند شي ناس او لا بحال هكايا الغابه، خاصك جوج ديال الحوايج باش انك تعيش معاهم هنايا، خاصك هذه وخاصك هذه. هذه اللي كتقتل الناموس وكتقتل الشنيوله، وهذه كذلك اللي كدهنها الجسم ديالك على قبل الشنيوله باش ما تعضكش. الا ما درتيش هادو عرف بانك راه ما غتستمرش حتى يومين ولا 3 ايام هنا، صحتك كامله غادي تشندر.
وهذا 8 السوايع كتمشي للمفعول ديالو، يعني خصك كل 8 السوايع هادشي غير بالليل، كل 8 السوايع خصك دهن، الا ما دهنتيش في الصباح هاد الكراس كامل دمايات. وهادشي هذا شني ولا كتركز اكثر، هي كتركز على الناس الاجنبيين. والله ياك نهضر معاكم اخوتي لا بصح، انا ملي جيت لهنايا انا الوحيد ولا الا بنتي اللي كتعضنا شني ولا اكثر منهم، هما كتلقاهم مثلا لا فيهم واحد وحده ولا ما فيهمش كاع، ما فيهم حتى عضه. حنا الحمد ديالنا كامل يعني كامل طراقع كامل عضان شني ولا. ملي بديت كنبحث وكنشوف لقيت بان الريحه ديالنا هنايا العرب ولا هذا متغيره بزاف على الريحه ديال هنا ديال الناس ديال الفلبين، لان حنا كناكلوا التوابل كناكلوا بزاف ديال الحوايج، حنا الريحه ديالنا مجهده. حنا مثلا الا عرقنا ماشي بحال الا عرق مثلا واحد عرقتي انت عربي ماشي بحال الا عرق واحد فلبيني، ان انت غطلق الريحه اكثر من واحد اللي غادي اللي فلبيني. الناس الفلبينيين واخا كيعرقوا ما كيطلقوش الريحه، حنا الريحه ديالنا لا توصف. داكشي علاش كيخصك حتى تجي للفلبين ودوز واحد ما يزيد على 3 شهور، خصك تجي للفلبين ودوز اكثر من 3 شهور وتاكل غير الماكله ديالهم عاد تولي بحالك بحالهم، تولي انك تعرق وما تطلقش الريحه وتولي شنيوله ما تطلقش عندك عندك غير مره مره، لان شنيوله كتشم غير الريحه وكتجي عندك قاص قصدك. داكشي علاش كلنا حنايا اكثر عرضه العضان ديال شنيوله. وحاجه اخرى الاخوان، بالنسبه للعقليه الفلبينيه ماشي هي العقليه ديال حنا العرب. انتو حنا العرب صعيب انك تشد واحد التليفون بحال هكايا وتمشي تصور مرا او لا راجل او لا ولد او لا كيف ما بغى يكون، تجي تصوره بحال هكا يعيط لك البوليس ويدبز معك. هنا في الفلبين كيبغيو بزاف يتصوروا، كيبغيو بزاف فهمتي، انا كنكون غادي مثلا في الشوارع ولا غادي كنفلوغي كيقولوا اه فلاغو 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 فلاغر فلاغر، كيجي يقول انت واش فلاغر، كنقول لهم اه كيجي كيبغيو يتصوروا معايا كيديروا باي باي. هنا تدخل اي دار اي واحد واخا ما كتعرفوش الكاميرا دير له بحال هذا الشكل هذا، ها ما غاديش ينوي حتى شي حاجه اللي كتهويها انت، اللي غتقول لا غادي يلوحني في فيسبوك لا غادي يلوحني في يوتيوب لا راه غادي يشوهني لا، ما عندهمش هما داكشي عادي ابدا. يمكن تهز التليفون ديالك وتصور اي حاجه بغيتي تصورها تصورها، يعني حتى شي مشكل. تدخل تصور شنو كيصابوا شنو كياكلوا، تصور كيفاش كيعيشوا، تصور البيوت ديالهم، تصور عادي بشكل عادي. انا شحال من خطره مثلا كتبقى تقولوا لي نهار ديال القفه علاش محمد كتصور، او لا هما كيقولوا لك سيدي صورنا، حنا بغينا الناس المغاربه كيهتموا فينا والناس المغاربه كيعاونونا، حنا بغينا حتى حنا يتعرفوا علينا ونتعرفوا عليهم فهمتوا، وشوفونا ما عندناش ديك العقليه ديال حنا في الدار لا غادي يشوفني كيعطيني واحد الحاجه وكيصورني فهمتي، كتحس بواحد الضعف ولا كتحس بواحد الذل. هما لا ما عندهمش ديك القضيه، لان العقليه كتبدل بزاف من دوله الى اخرى. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الاخوان، لان بزاف ديال الاخوان قالوا لي علاش محمد كتصور علاش هذا علاش، لا علاقه بالنسبه للمغرب والفلبين فهمتي. انا كنت واحد النشاط غير هكا كنهضر مع واحد السيد ما داير لا فلوغ لا والو، كنهضر مع واحد السيد بحال هكايا شويه واحد الجبنات شافوا راسهم، كنهضر فيديو شافوا راسهم شحابهم ان انا داير لايف وكذا وهذه وراني كنصورهم، جاو شنقوا عليا وبغاو يديوني للكوميساري. حتى بقيت كنتسايس معاهم وقلت لهم كيفاش كيفاش كيفاش. هنا لا، هنا راه تكلك انتيا دخلت تهز التليفون وبنادم ما كتعرفوش كاع يهز التليفون وصور، هذوك عادي يبقى يضحك وكذا وهادي عادي ما كاين والو. حنا كنوها في السماء لا غيلوح لي فيسبوك لا يشوهني لا علاش كيصورني لا غيسحر لي كيبقى الراس ديال القيطور فهمتي، لا ما تصورنيش في هاد الحاله وانا كنخدم، ولا ما تصورنيش وانا كناكل، لا ما تصورنيش وانا مثلا كنطلب مساعده ما عندهمش ما عندهمش. يلا الاخوان يعني ما عندهمش في المخيله ديالهم في العقليه ديالهم ما عندهمش داك التفكير اللي عندنا حنايا. نقول لكم شنو كاين
الشتا بدات كتدخل ليا. يا الاخوان تحياتي لكم. وحاجه اخرى ما تجيب لا جاكيطه ما تجيب لا لا كبوط لا سروال لا والو. انت تقدر تجيب سروال سروال يكون رطب خفيف الا بغيتي تجي للفلبين لانك لاشي شي حاجه غليظه ديال البرد غتخليها في الشنطه تترجعها معاك للبلاد. تحياتي لكم والسلام عليكم.